بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، منذ لحظات أعلنت اللجنة على انطلاقة شوطنا الثالث. شوطنا الثالث مخصص للإبكار. أذهب إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط الشاهينية لخليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. أذهب إلى ثاني المراكز، ثاني مراكزنا الشاهينية لأحمد بن سعيد بن عبيد الحميري، وثالث مراكزنا المركز الثالث. أشوف المركز الثالث أميرة لفايز بن غفان بن حمد اليابري، والمركز الرابع رابع مراكزنا الذيبة لسلطان بن مبارك بن محمد بن سعيد بالهلي. خامس مراكزنا يا السلام. المركز الثالث ولا الخامس شاهينية لعبد الله بن محمد بن قدور اليماحي. هكذا كانت نتيجتنا، ذعناها عليكم بالوفا والتمام. هكذا كان الوصف التفصيلي. أعود إلى الصدارة ومقدمة هذا الشوط. الله 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 يا الحميري، الله يا الحميري، خليفة بن عبيد بن خليفة الحميري. المركز الثاني مزنة للسالم بن خميس بن خلفان الرز الشامسي. المركز الثالث، ثالث مراكزنا، المركز الثالث يا السلام. أشوف المركز الثالث، الرقم محجوز عني، ولكن خلني مع الحميري والرزي الحميري. النقطة الثالثة إلى هال الخوانيج وتهانينا والناموس. المركز الثاني لسالم بن خميس بن خلفان الرزي. المركز الثالث عند اللجنة، التوقيت الزمني 2:16:39، جزء من الثانية، وتهانينا والناموس.